يواصل فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم داخل القاعة تداريبه في غياب أي مشاركة رسمية للفريق سواء في المنافسات الجوية أو الوطنية. كوكب القاع يضم خليط بين اللاعبين المجربين ولاعبين شباب يمتلكون مواهب واعدة في كرة القدم المصغرة. الفريق المراكشي يكتفي بإجراء مباريات ودية في انتظار خوض المباريات الرسمية التي ستوجب خلق بطولة جاوية على صعيد العصبة وفق ما أكده سعيد الدكالي مدرب الفريق. الحمد لله كل شيء غادي على ما يرام. تدريب تندير 4 الحصات في الأسبوع وغادي على مستوى تصاعدي إن شاء الله غادي. والدراري اكتسبوا لياقة عالية وهادشي يبان في المقابلات الودية اللي لعبنا كانوا مزيانين الحمد لله واستفدنا منهم. وكنا سعيد واش غتبقاو في مراكش يعني الفوتسال ديال مراكش يلعبوا الماتشات لاميكا ويلعبوا الوديات فين هو يعني متى غتشاركوا في بطولة متى غتكون الأمور رسمية؟ وهذاك الشيء اللي تنتمناو واني الحمد لله واني عندها عرفتي مراكش العصبة الجنوب ما قايماش بالطور ديالها في هذا الباب هذا. من ناحية اش؟ من ناحية التنظيم هما تنتأسفوا لأن عصبة سوس مثلا فيها كدار بين فارق في الفوتسال تنتم بطولة وكاس ثانوية وعندهم فارق في الدوزيام سيري وقنيطرة والبريميان سيري تا وقنيطرة 5 الفروق كاينين السطات اللي كنا تنغلبوها بحصص كبيرة تا حنا ولات تدي بطولة وكاس المغرب مسيطرة سيطرة مطلقة كنا تنتصروا عليهم جميع الدوريات اللي كنا تنشاركوا فيهم ومراكش عرفتي الدراري كلشي تيلعب في الميني فوت كلشي وما ما كاينش في نطاق التقنين ما كايناش بطولة العصبة ما قايماش الطور ديالها في هذا الباب وهذا العام اللي فتحات الباب تسجيل الفرق دايره الفلوس زعما المشاركة هذا الشيء اللي ما ساعدش الفرق باش زعما يسجلوا هذا العائق المادي كاين اللي خلات الفرق باش يهربوا ما يتسجلوش كانوا في مع البداية هذه كانوا يديروا تسهيلات كبيرة ويساعدوا في نشر هذه الرياضة في مدينة مراكش اللي عندها مواهب كبيرة بزاف وعرفتي الدراري كل شيء ديال الملاعب كل شيء ميني فوت كل شيء التصيصات اللي كي تنقولوا التصيصات موجودين وان الجمعيات وداك الشيء حتى هما ما قايمينش بالطور ديالهم اللي خصو يقوموا به. سعيد شفت معاه عندكم اللعابه اللي تبارك الله مدوزين كاين عادل الرمزي تنشوف معكم يوسف مريانا لعابه واحد سعيد ايت ناصر عبد المنعم باللامين دراري اللي فايتين مدوزين فسميتو في الهو نيفو ولكن واش عندكم دراري اللي اختصاصيين في الميني فوت واش بديتوا تكونوا مثلا شي جونيور شي سبوار شي يعني الفئات الصغرى واش بديتوا تكونوها بين ما تبدا البطوله وتلعبوها؟ لا عندنا دراري باقيين صغار تنطلعوا من الشوبان الكوكب المراكشي وعطيناهم فرصه باش يلعبوا معنا وبينوا على العلو الكعب ديالهم انما وحيت تبدا البطوله ان شاء الله غادي نعطيهم فرصه باش يشاركوا ان شاء الله عطى الله المواهب في مدينه مراكش خصني اللي ياخذ بيدها ويزيدها في نطاق الجمعيات وفرق تاع الاختصاص تاع ميني فوت. اللاعبون تحدهم رغبة كبيرة في تمثيل مدينة مراكش والكوكب على الصعيد الوطني الشيء اللي أكدوا اللاعب عبد المنعم باللامين. الماتشات اللي تتلعب 11-11 تكون شوية الاسباس تكون فين تستاهل هنا ما خصناش كنتينا فيزيكمو خص تكون فيزيكمو ماشي 100% 200% لان في اي اي وقيته كانت عندك الكره خصك تهاجم هذا عندك خصك تكون رجعت تكوفري هنا التيران صغور شويه وهذا تتطلب شويه ديال الحماس كيف بحال التيران كبير بحال تكون شويه لا فولونتي وتكون الحماس وتكون الرغبه تيكون كلشي بحال منعم اللي مراكش مالوروزمون ما كاينش فرق كثار ما كايناش بطوله بنادم ما تيلعبش بطوله لا هنا لا على الصعيد الوطني شويه من الدراري يدوز لهم الملل شويه تيلعبوا يترينيو بزاف وتيلعبوا مباريات وديه وما يلعبوش الرسمي. هذا تاثر شويه حنا شحال هذه تقريبا بحال نتسناو تقريبا 6 شهور ولا 7 شهور حنا باش جمع درنا هذه الفريق هذه باش تنجمعوا باش تنطلعوا كل نهار تنترينيو تلعبوا دي ماتش اميكو ولكن ماشي بحال لي ماتش اوفيسيال لان كي قلتي مراكش ما فيهش فرق ديال الميني فوت كذاك الميني فوت اللي تعرفوا حنايا ديال لعب كره كبيره وداك الشيء عادي ماشي بحال الميني فوت الاخر البروفيسيونيل كي تنقولوا هو تيأثر بحال هكا لعبنا مباراه مع فرق نهضه ستاتيا البطل ديال المغرب لقينا واحد الفرق كبير بيننا وبينه واخا حنا لعبنا مع 8 مليون ربحناهم ولكن هما كان بان عندهم ديزوتوماتيزم اللي ديال ميني فوت اللي حنايا خصنا ان شاء الله نخدموا كاين خصنا لا بدا مباريات رسميه خاص البطوله ضروري لا بدا البطوله خاص البطوله هي باش بان تزيد وتعاود تكبر عنده شويه ليكسبيريونس اخرى في ميني فوت تولي حاجات اخرين شي بحال
من امتى لعب اللي عنده تجربه؟ لعبتي بزاف الفراقي، لعبتي في الكوكب، لعبتي في الاولمبيك، راه بلي من الفقيه بن صالح بزاف ممكن لي استكبير. واش في نظرك انتيا ومن منطلق تجربتك، واش مراكش فيها يعني المواهب في الفوتسال؟ كاين المواهب، كاين مواهب كثيره، خصنا كيتقولوا خصنا نجروهم لعندنا وخصنا نعتنيو بهم. هذا هو المهم، خصنا نعتنيو بهم ونتعاونوا معاهم. وكاينين كاين لا في الفوتسال ولا حتى في الماتش ديال 11 كاين اللعابه، كاينين المراكشيين، كاين خصنا نعطيهم اليد المساعده ولا بدا، خص هذيك لو با الاول خصنا لا بدا ما خص يكون.